أستاذ أحمد أبو بو داوود من الجمهورية الجزائرية الشقيقة. أستاذ أحمد، مساء الخير. أولا ضعنا في الموقف الآن في الجزائر بالنسبة لهذه الحرائق، هل هنا وأسباب هذه الحرائق إذا كان هناك، هل تم إخماد الحرائق أم ما زالت مشتعلة؟ السلام عليكم، مساء النور ورحمة الله أستاذ وبركاته. أحمد لك ولكل مشاهدي قناة صدى البلد في جمهورية مصر الشقيقة. نعم فعلا، يعني ما زالت سلسلة حرائق مستمرة للأسف الشديد، يعني لعل أكثرها ضراوة ذاك الحريق المتواجد في ولاية سيدي وزو. طبعا هي سلسلة من الحرائق الشاهد أو الشواهد التي أدى بها قبل قليل تصريح لمدير الولاية للحماية المدنية لولاية سيدي وزو على أن هذه الحرائق في بداية شواهدها مفتعلة، وهذا ليست بالمرة الأولى. كانت هناك سوابق، يعني منذ السنة الماضية كانت هناك عصابات وحتى منها من له ارتباط بأجندات خارجية تم القبض عليهم، إلقاء القبض عليهم السنة الماضية والتحقيق معهم وبالتالي كشف ملابسات هذه العصابات ومن يرتبطون بهم في الجهات الخارجية. هذا بالنسبة للسنة الماضية. نفس الأمر تكرر، يعني تكرر قبل شهرين، قبل حوالي شهرين، ثم تكرر هذه المرة. ربما في المرة الماضية لم يكن بهذه الضراوة، وربما ارتبط أيضا قبل العيد الأضحى، ربما كما أفادت المصادر في الحريق الماضي ارتبط بالعيد الأضحى وعلى أنهم مجرمين تجار الحطب الذين يحرقون الغابات قضية إنتاج الطحين وبيعه. لكن هذه المرة يعني في مدينة تجوز يعني حريق مفتعل، وحتى شكل الحريق والجهات التي أشعل فيها يعني شيء غريب جدا في غابات وسط وشرق الجزائر. ما زالت فرق الحماية المدنية، الدفاع المدني نسميها هنا في الجزائر فرق الحماية المدنية، ما زالت تكافح. أيضا الجيش الشعبي الوطني سخر إمكانيات كبيرة جدا، وأيضا الشعب والناس المواطنون متضامنون ومتآزرون، وهم بدورهم أيضا يساندون وحدات الحماية المدنية ووحدات الجيش الشعبي الوطني. للأسف الشديد كما أشرت أستاذ أحمد، هناك عدد من الضحايا في أوساط الجيش الشعبي الوطني وفي أيضا وحدات الحماية المدنية. ما زال الحريق، الرئيس تبون أعلن، أستاذ أحمد الرئيس عبد المجيد تبون أعلن عن 25 من الجيش، والقوات الجيش الجزائري أعلن 18، أي رقم فيهم حتى الآن؟ إيه الرقم الصحيح؟ نعم، لو كان قبل ذلك يعني فيه تضارب في الارقام، كان قبل ذلك مدير الحمايه المدنيه اعلن صباحا عن 10، ثم الوحده الجيش عن 18، وهو امر منطقي يعني لانه صح. ممكن في 20 دقيقه الى 25 دقيقه تتزايد الاعداد، يعني صح. كلها تقريبا صحيحه لانه الارقام تتزايد، يعني بين نصف ساعه الى ساعه تتزايد الارقام، وربما الان في هذه اللحظه التي نتحدث فيها يكون الرقم قد تجاوز ال 30، يعني للاسف الشديد. هل النيران استاذ احمد حاصرت الناس؟ نعم. حاصرت السكان، التهمت منازل، ايه اللي تم؟ التهمت منازل، التهمت حتى يعني لانه معروف انه في غابات سيدي وزو، غابات تتوسطها بعض القرى يعني ومشتركه مع اشجار الغابات، ايضا الطرقات تمر عبرها، حتى بعض الحافلات، حافلات نقل المسافرين احترقت عن اخرها، يعني التهمت النيران. هذا السبب هو الذي جعل يعني الضحايا ربما او جعل كثره الضحايا. بالنسبه للجيش الشعبي الوطني ووحدات الحمايه المدنيه، حاصرتهم النيران للاسف الشديد وهم داخل الغابات، لان كانوا يواجهون الحرائق من جهه، فصدموا بحريق من خلفهم. يعني لذلك قلت ان المؤشرات الاوليه التي تحدث عنها السيد مدير ولايه الحمايه المدنيه على انها مفتعله فعلا، لان النقاط التي اشعل فيها النيران يعني وكانها نقاط مدروسه يعني. النهاردة أيضا وزير الداخلية الجزائري قال أنه 50 حريقا اشتعلت في توقيت واحد. صحيح، في نفس التوقيت. ربما أنا تحدثت عن حريق سيدي وزو لأنه الأكثر يعني ضراوة والأضخم، هناك حرائق ربما سيطروا عليها نوعا ما، لذلك يعني لم تكن بتلك الضراوة في سيدي وزو. هناك في الغرب الجزائري، في بعض الغابات في الغرب الجزائري، في غابات الشرق الجزائري، في سيدي وزو، بومرزات، المويرة، كلها حرائق يعني في نفس التوقيت وفي نفس، يعني المشهد يعيد نفسه في السنة الماضية، نفس المشهد كان في السنة الماضية من قبل عصابة كما أشرت، وألقي القبض عليها يعني في الشرق الجزائري والغرب الجزائري، وتعمل بالتنسيق مع جهة خارج الجزائر
يتم القرض عليهم، يتم يعني اخضاعهم للتحقيق لكشف يعني هذه السلسله. هل الولايات او المحافظات التي تشهد هذه الحرائق قريبه من بعضها ام مختلفه؟ تقريبا ولايات الشرق بومرداس تيمز والبويرة، هذه ولايات ما يسمى عندنا نحن بالقبائل الصغرى، ولايات القبائل الصغرى يعني هي على التماس مع بعضها البعض. بعض الولايات في غرب الجزائر من الناحية الأخرى يعني معسكر ومستغان يعني في غرب الجزائر حوالي بينهما بين الشرق والغرب حوالي 600 كيلومتر. طيب هل مسألة السيطرة هل ممكن نستطيع الليلة ولا الأمور ما زالت صعبة في عملية المواجهة وإخماد الحرائق؟ لا أتصور أنه الحريق سيتم إخماده في هذه الليلة أو حتى ربما ليلة يوم الغد، لكن حسب الإمكانات التي جندت وبعد مداخلة السيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته والتوجيهات التي أعطاها خاصة لمختلف القطاعات، اتصور انه بتجنيد هذه الامكانات ابتداء من ليله غد ان شاء الله يبدا في الانحسار، خاصه حريق تيمز الاكثر ضراوه والاكثر شراسه، يبدا في الانحسار ان شاء الله ابتداء من ليله غد. ولا ننسى ايضا ان نشير الى هبه المواطنين يعني في كل ولايه تيمز وبومرداس وحتى من القادم من العاصمه الجزائر يعني حوالي 110 كيلومتر للمساهمه يعني رفقه وحدات الحمايه والجيش الشعبي الوطني. الآن بعض وسائل الإعلام عندكم بتقول إنه الحرائق وصلت إلى أصبح 88 منطقة الآن وليس 74، ارتفعت من 74 إلى 88، إذن واضح إنه في انتشار آخر. في انتشار هي حتى نحدد هذه المناطق هي قد يكون المنطقة واحدة يعني الولاية واحدة، ولكن النقاط حددت بالغابات يعني هي تكون غابات مجاورة لبعضها البعض، مثلا كأن نقول خمس حرائق في تيزيوز يعني خمس غابات في تيزيوز وفي نفس ذات الولاية. يعني دي مش كلها مناطق سكنية، يعني معظمها غابات مش مناطق سكنية. معظمها غابات ولكن فيها قرى تجمعات. طبيعة السكن نعم طبيعة السكن في القبائل الصغرى والقبائل الكبرى هي تجمعات عبارة عن تجمعات سكانية نسميها نحن المداشر، الدشرة مفرد جمع الدشرة. المداشر هذه تأتي في وسط الغابة، تتوسط الغابة يعني غالبا ما تكون في مرتفع، تكون البشرة فيها حوالي من 3000 إلى 10000 نسمة، وحواليها إلى المنحدر تكون غابة كثيفة. هل تم إنقاذ كل الناس؟ يعني في لو في ضحايا من ولكن الغالبية العظمى تم إنقاذهم أو استطاعوا الهروب أو أنهم يعني ربنا نجاهم اللي موجودين داخل الغابات ولا الحمد لله في أيوه تفضل. الفضل أولا لربنا سبحانه وتعالى يعني كان له الفضل لمولانا انه نجى هذه الناس من الحرائق، ثم وحدات الجيش الشعبي الوطني والحمايه المدنيه يعني قاموا بمجهود جبار لاخراج واجلاء السكان يعني خاصه في القرى التي تحاصر الغابات، والحمد لله يعني ما فيش اصابات في هؤلاء السكان المدنيين، اكثر الاصابات كانت في عناصر الجيش الشعبي الوطني والحمايه المدنيه. استاذ احمد ابو داود من الجزائر قلوبنا معاكم وكل التحيه لحضرتك وللشعب الجزائري الشقيق.